حلت بالأمس ذكرى ميلاد الفنان زكي طليمات رائد الفن المسرحي في مصر والعالم العربي. أيضا التفاصيل في سياق التقرير التالي نتابع. قطعت دراستي الابتدائية والثانوية والعليا، وكنت مهيأ أني أعلم يعني مدرس، ولكن القدر أراد غير هذا، لأن أنا كمان من أسرة ما كنتش مضطر أشتغل بالتمثيل، وطردت من البيت علشان اشتغلت بالتمثيل. في 29 من أبريل عام 1894 ولد رائد المسرح المصري والعربي زكي طليمات بحي عابدين في القاهرة من أب ذي أصول سورية، وبعد التحاقه بمعهد التربية أوفد في بعثة إلى فرنسا لدراسة فن التمثيل، وعاد حاملا شهادة في الإخراج، وعمل مراقبا للمسرح المدرسي ثم مديرا للمسرح القومية ثم مؤسسا وعميدا لمعهد التمثيل، وأيضا عمل مديرا عاما للمسرح المصري الحديث ومشرفا فنيا على فرقة البلدية في تونس، ويعد مؤسس المسرح العربي في الكويت. زكي طليمات المخرج المسرحي والمؤلف والفنان والكاتب الصحفي الذي مثل أحد أهم رواد المسرح المعاصر في مصر والعالم العربي، والذي ما زلنا نذكره بدورين أداهما في فيلمين شهيرين، هما دوره في فيلم يوم من عمري ودور آرثر في فيلم الناصر صلاح الدين. مولاي الملك، شكرا للرب أن استجاب لضراعتنا ودموعنا وشفى ابنه البار ليقود بنفس قوة الصليبين إلى أورشليم. وحصل طليمات على جائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية ودرجة الدكتوراه الفنية، وتوفي في 22 من ديسمبر عام 1982.